لك لا لا طول بالك عليه شوي. لا عفوا استاذ شغلتي بسيطة الله يخليك. لحظة لحظة يا اخي لحظة مو لك. تفضل. لك لا يا حبيبي السيارة نظيفة كتير دي إلا بترقص. بعدين مثل ما قلت لك خالية العلام من برا ومن جوا ومزنرة بالصاج عالدائر. لك ايشو قلبي؟ معقول غشك واعطيك سيارة قلبي؟ لا لا شو؟ ايه موديل 76 حبيبي. انت جيب الزبون وبصير الحكي على البازار. ايه طبعا. لك يا اخي ما انا مبتع على الحكي، يعني انا وسيط بين صاحب السيارة وبينه. بعدين شو بده يطلع لي يا دوب يسد الرمى؟ معنا لك موديل 76 شو بنا؟ ايه بسيطة. لك اخي اذا ما بدك تشتري اشتري من صاحب الكرت بالذات. ايه على راسي وهو كذلك. وينك؟ اذا صار معك شي خبرني. ايه طيب الله معك. استاذ عفوا يعني تكسرت اجري وانا واقف. معلش يا حبيبي هلا مالنا فاضيين الشغل فوق بعضه. اذا بتريد ارجع بكره ومن عيوني بخلص لك شغلتك. بس ادعي لي شغلتي تمشي. ان شاء الله تمشي شغلتك يا استاذ. يعني على قولة نجوى كرم نقطع السطر حبيتك. اخ شو حبيتك. الله يجبر عنكم. ايه ستي عجبوني هدول لفي لي اياهم وباخر دوام بمرق باخذهم. ايه تكرمي. يلا باي باي. طولي بالك يا رندا طولي بالك. ليشك معصبه ما خربت الدنيا؟ ايه شو انت اول وحده ما بتشتغل معها سياره؟ لا بس بجوز تكون كابلات البطاريه ملحه او عين من عيونها مضروبه. ايه طبعا. طب انت فحصتي البطاريه شي؟ شفتي شلون ما فحصتي البطاريه؟ ايه طبعا هالامور هي ممكن تحدث. ايه هذا غلطك كان لازم تفحصيها قبل ما تركبي السياره وتفحصي ميتها. لا بس بركي كانت المي منشفه او ناقصه. ايه لك طيب خلص خلص رندا ولا يهمك حبيبتي انا رح ادبرها بمعرفتي. اصلا وقفتها السيارة قدام البيت والله صايرة بلا طعمة. ايه والله هي وقلتها. ماشي الحال بنحكي بعدين. ايه طبعا ايه طبعا طبعا ولا يهمك حبيبتي روقنا. ماشي الحال. الله معك مع السلامة. صباح الخير يا شباب. اهلا استاذ معلم. سال عني مدير شيء؟ لا سيدي انت ما حدا سائل عنك. ايه استاذ معلم من اولها شو في عندك اليوم؟ شو في عندي؟ عندي شغلات بتطيب عقل. عندي مجموعه بارفانات وديودورانات وشامبويات مع بسمات كلها شغلات ما نزلت على السوق لسه. شيء حلو. والاسعار شلون؟ الاسعار مثل العاده يعني بسعر الجمله. قوموا معي تفرجوا بالمكتب ولما بيعجبكم شيء سيدي ما راح نختلف على السعر. قوموا شرف. هاي مطره مشان المي مشان الاولاد مشان رياضه تخلي المي بارده يعني. انا بدي شامبو مع بلسم. ايه تكرم عيني هاي شامبو مع بلسم. لك لا هذا على دراعي انا اخذت منه المره الماضيه ما بدي. على شو بدك يا لك؟ بدي على بطيخ. اصفر ولا اخضر؟ لا اخضر. يا ستي من حسن حظك موجود وهي شامبو على بطيخ اخضر وللشعر الجاف، شو رايك فيه؟ ايه هذا ما بو شيء، قديش حقه؟ خلاص هلا اذا عجبك خديه ما رح نختلف على السعر. ماشي. ايه بس الحساب باخر الشهر. يا ستي باخر الشهر باخر الشهر، يعني انا وياكي موظفين بنفس الدائره وشي بوشك، بقى وين بدك تهربي مني؟ قولتك يلا يسلموا الايدين. الله معك. شو شباب عجبكم شيء؟ بصراحه يا معن انا بدي قنينه بارفان لمرتي، عيد ميلادها الاسبوع الجاي وبدي اخذ لها هديه محرزه. بدك اياها غاليه شيء؟ لا شو غاليه انت الثانيه عم اقول لك لمرتي. طيب. شوف لي هي تمشي معها؟ قبل ما اشوفها قديش حقها؟ اخي هي لك 500 ليرة. لا حبيبي انا مالي هون بنوب، شو 500 ليرة؟ ايه انا بحياتي ما دفعت 500 ليرة حق قنينة بارفان. لك اخي اسمع مني اسمع مني، هذا النوع عليه عرض خاص، يعني عم بيوزعوا مع كل قنينة بارفان كيسين معمول، بقى شو بدك احسن من هيك؟ يا حبيبي وصلت والله، قال معمول قال،
لك روحي انا طلبت منك قنينة بارفان تكون ريحتها زخمة وسعرها معقول وصلى الله وبارك. فهمت عليك، اخي رح راعيك فيها. يعني بقديش؟ حاجتك 150. ايه خلص يا رجل صارت ارخص من الفجل. هات لشو؟ سيب. معاه؟ بس ما تكون ريحتها مشايخية. ها؟ لك شو مشايخية؟ شمها. اخي اتفقنا، هيك تمام والمبلغ مقدور عليه، يعني ريحتها ما بشي. صحيح هي بتصطم المناخير وبيجي الواحد ليعطس، بس ماشي الحال، حلوة. شم لشو؟ لا حلوة، بس ريحتها كلاسيكية شوي. لك أخي كلاسيكية ولا مدير، ما مهم، المهم قنينة برفان. بس وينك معي؟ وعد جيب سيرة قدام مرتي إنه حق 150 ليرة، وإذا صدف وسألتها قول 600. تكرم عينك مو مشكلة. أصبح وينك؟ أعطيني كيسين المعمول قبل ما أنسى ودخيل عينك لفلي إياه هيك لفة تهدير. لفة تهدير؟ لا مالك سيل بنوب، شريف شريف. تفضل أستاذ. لك شو صار معك بهالجبنات اللي نصيناك عليهم؟ يا أستاذ قلت لك ماني نسيانك، الله وكيلك حاسب حسابك، بكره بالكتير بيكونوا عندك. بس بدك تدير بالك ها، صاير أسعارك سياحية وعم تغلي. لا لا، الله يسامحك، قال مغلي الأسعار قال. قسما بالله يا استاذ اذا بتفتل الدنيا كلها ما بتلاقي بجوده الجبنه هاي. بعدين على الدواء خدها وذوقها، اذا ما عجبتك رجع. ولك من هالناحيه انا مطمن بالي، والشهاده لله بضاعتك ظريفه وما حدا بيقدر يحكي عليها. مروان انا بدي قريشه، فيك تامن لي شوي؟ تكرم عينك ولو يا انسه، بس ممكن اعرف قديش الكميه بالضبط اللي بدك اياها؟ يعني شكليا تامري امر انت، على كل بكره الصبح بيكونوا عندك. ماشي. لك صحيح نسيت شو بدي اقلك، مر على الديوان شوف استاذ عادل يمكن يوصيك على شنجليش ومعكرونه. طيب رايح لعنده فورا. هلا انت بتشتغل سمسار سيارات مو هيك؟ انا بخدمتك استاذ، يعني بيع اجار استئجار تصليح اي شيء بيتعلق بالسيارات انا خدام. عظيم جدا، سيارتي الخاصه بتعرفها انت مو هيك؟ طبعا بعرفها، واذا بدك تبيعها انا بحملها. شلون يعني بتحملها؟ يعني بشتريها منك استاذ وبعدين انا ببيعها لما بيجيها ركيب. ايوه فهمت عليك، وانت طبعا بتربح فيها مو هيك؟ شي بسيط استاذ، من الجمل ادنه، بدنا ندبر راسنا، لو ضلينا على الراتب بنموت. بس بيني وبينك سوق السيارات كل يوم شكل، يعني نحن وحظنا، واذا مالك مضطر على البيع ممكن اعرض لك اياها بالمكتب ووقت يجي نصيبه من اردفها. والله يا عادل بصراحه انا محتار، لانه اذا بعتها بخاف ينصرف حقها ضغري. طيب شو رايك استاذ ناجرها؟ ليش بتتأجر؟ طبعا بتتأجر، في شيء ما بيتأجر. طيب قديش ممكن تتأجر بالشهر؟ يعني بحدود 8000 ليرة. 8000؟ قليل استاذ مو هيك؟ لا لا شو قليل، ممتاز كتير. ايدي بزنارك لاقيلي شي زبون احسن ما لمركوني قدام البيت هي وقلتها. تكرم عينك ولا يهمك، خلص اترك الموضوع علي. السلام عليكم. تفضل. تحياتي استاذ. اهلين استاذ عاصم، تفضل. يلا. خير استاذ عاصم، شو هو الموضوع المهم اللي بدك تحاكيني فيه؟ الحقيقه يا استاذنا عم تجينا تقارير كثيره من مؤسسه ميزو للتطوير الصناعي، وهالتقارير هي للاسف سيئه جدا. وعن شو عم تحكي هالتقارير؟ المواطنين والمراجعين عم يقولوا انه في نوع من الاستهتار عند الموظفين وبطء بإنجاز المعاملات، معظمهم عم يمارس أعمال خاصة أثناء أوقات الدوام الرسمي. كيف يعني أعمال خاصة؟ والله ما بعرف يا سيدي، بس هيك عم تقول التقارير. هلأ بتروح فوراً بجولة تفتيشية على ميزو للتطوير الصناعي وبتشوف لي الوضع ميدانياً وبتردي لي خبر، بس حاول تكون جولتك سرية حتى تشوف كل شيء على الواقع بدون ما حدا يشعر بزيارتك، مفهوم؟ حاضر أستاذ، خلال يومين بالكثير بيكون التقرير الكامل عن مؤسسة ميزو على مكتبك. يعطيك العافية. بالإذن. الله معك. لا والله البنك زيت للشباب بالشؤون الاداريه. كلي هي اوعى الزيت. الله معك. شايفه هالقميص ما احلاه؟ بس انا عاجبني هذا اكثر كمان، هذا حلو.
بس يا ترى بيجي قياسي؟ فوتي قيسي جوا. لا شوفي سمر، انا رح اقيسه بالمكتب واذا عجبني باخده منك. طيب ماشي. بدك شيء؟ لا سلامتك. باي باي. الله معك. اخي سياره نظيفه وسعرها طريبه، اسمع مني هذا هو طلبك. اخي ما اختلفنا، بس موديل السياره قديم كثير. هلا رح تعمل لي قديم وما قديم، حوصه صغيره وبترجع وكاله. ما بعرف، خليني نفكر شوي. سيدي فكر على مهلك، شو هالعقيد. مور يا اخ. عفوا، في عندي هذا الطلب بدي سجله اذا بتريد. ايه على راسي. شريف خلاص هلا؟ ايه خلاص. شكرا. اهلين. يا بعدي. مرحبا، حدا لازم حفاضات يا جماعة؟ شو الياس اللي عندك؟ من 7 ل 18 كيلو. هات نشوف. يلا. شو أخذتي مني الفيلي؟ علبتين معجون أسنان وعلبة كريم. وهي كثيرة منك ما؟ ايه. المشكلة ما معي فاطة. مرحبا معلي، ما صارت الألف؟ بالتو. تاخذ سنتين؟ لا اعطيني الفاطه بدي ارجع لها. تفضل. سلمك لازمك شي متي يا ابو الشباب. شو عم تقول؟ متي؟ متي اورتينا اصليه بشغل الارجنتين، في عليهم عرض على كل باكيت متي مصاصه ببلاش، والمصاصه معها كفاله لمده سنه. لا شكرا. مو لازمني متي. حالي بمؤسسة حكومية أبداً، حسيت حالي كأني فايت على سوق الجمعة. لا المدير العام لسه ما شفته، هلأ رايح فوت لعنده. حاضر أستاذ، مثل ما بتريد. ماشي، بقابله وبحكي معكم. شو بيصير معي بقول لك. نعم طبعاً. مع السلامة سيد. مع السلامة. ايه حبيبتي، بدي سكربينه مثل يلي اخذتها روعه بالضبط. تذكرتيها؟ ايه. لا مو قولي لبنت خالتي. لون ابيض اذا في. القياس 40. لا عن جد عم بحكي. لا هي رجلة كبيره يخزي العين. هلا تذكرتي موديل ولا ذكرك فيه؟ لا مو السابو، هذا يلي عليه ورده من قدام. ايوه بس وينك يكون الكعب 7 مو 9؟ لحظة شوي. عفوا، أستاذ عرفان موجود؟ تفضل. هيك رأسا نفوت لعنده بدون ما تخبريه؟ الأستاذ عرفان بابه مفتوح لكل الناس، شرف. إيه حبيبتي، وبالنسبة للشحاطات بدي شحاطة على الرئيسية. لك مو إلي، لسوسن. ولا يهمك، مهما كانت غالية ما بتفرق. شو استاذ؟ هي حلوة العقل؟ إلا كان أقل منها يعني؟ فضلوا كان العقل استاذ. إيه على عيني وراسي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، معنا سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سمحت يا أخ، إجيت والله جابك. تفضل تفضل. نعم أمر. ممكن تشهد معنا بالله؟ ما في مانع، بس على شو؟ شرف ارتاح يا سيدي. انا اجرت سيارتي للاخ 4 شهور، كل شهر ب 8000 ليره، وقبضت منه اجره اول شهر واخذ ضمان 25000 ليره. بقى لو تكرم تشهد لنا هون وتوقع لنا منكم ممنونين. ما في مانع ولو. اهلين وسهلين. اهلين
شرف. اسمي وديات. وهي هويتي واسمي مشان تتاكد شرف. لا هو يخلي لي اياها. تسلم لي. عفوا اسمك مو غريب علي ابدا. قلت لي ما رايق عليك اسمي ما هيك استاذ؟ عفوا يا ترى ملتقي فيك قبل هلا انا؟ شو ما عرفتني استاذ عرفان؟ لا والله صدقني ما عرفتك. انا المفتش عاصم روح الخل من الهيئة العامة للتفتيش. اهلين وسهلين استاذ روح الخل. اهلا وسهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا ومرحبتين. اهلا وسهلا شرف ارتاح يا سيدي. يا اهلا وسهلا ومرحبا شرفت. يا اهلا وسهلا. اهلين مولانا. الحقيقة يا استاذ عرفان انا عملت جولة تفتيشية عندك بالمؤسسة. بصراحة الوضع اللي شفته غريب كتير. يعني شوية تانية تتحول مؤسستك لمركز تجاري أو لسوبر ماركت، وأنا للأسف راح أكتب بتقريري كل شي شفته بدون زيادة أو نقصان. عفوا أستاذ، سؤال. حضرتك خلال جولتك شفت شي موظف عم يسرق أو عم يرتشي لا سمح الله؟ لا أبدا. أصبح أستاذ اكتب يلي بدك إياه، لأنه نحن كمان بدنا نعيش. تاكل قشطة.